نصل الآن إلى فقرة ضيف اليوم ونتناول فيها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتعاطي الحكومة معها. للتعليق على هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء النور سي يوسف. طيب الصورة كما تبدو الآن هناك احتجاجات متواصلة لأساتذة المتعاقدين، هناك بلاغ فيه نبرة من التهديد باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المضربين من قبل الوزارة الوصية. كيف تقيمون طريقة تعاطي الحكومة مع هذه الاحتجاجات؟ وفي الواقع أن إذا ما نحاول ما يمكن نرصد مختلف المبادرات التي قامت بها الحكومة لمعالجة هذا الملف، نلاحظ أنها في البداية ظلت أو ركنت إلى البحث عن حل دون التمييز ما بين ما هو قانوني وما هو أمني وما هو اجتماعي، لأن كان الهدف الأساسي هو الخروج من وضعية يمكن أن تتأزم في ما سيأتي من الأيام إذا لم يتم معالجتها بالشكل المطلوب. لذلك كان هناك نوع من المعالجة التي رامت الكثير من الجوانب لكي تخلص في آخر المطاف إلى المعالجة القانونية للملف، بحيث أنها لجأت في بلاغها اليوم الأحد إلى المقاربة القانونية لحل الملف من خلال التأكيد على أنها ستعمل القانون فيما يخص المتغيبين، ضمان استمرارية المرفق العام من خلال تعويض المتغيبين بأساتذة متدربين. ألا يتنافى هذا مع منطق الحوار؟ إذن فبالتالي لذلك لأن التساؤل كذلك يجب أن يطرح، هناك الكثير من المبادرات تقدمت بها الحكومة ولقيت رفضا من قبل التنسيقية، إذن هنا يمكن أن ننظر كذلك حتى لما قدمته الحكومة والأكاديميات الجهوية في هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني أننا نرمي بالكرة للتنسيقيات، لأن التنسيقية كذلك أنها تناقش أو تعالج الأمر من منظورها. لأن هل استفادت الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام كل خياراتها في التعامل مع هذا الملف؟ لا، هناك خيارات متعددة لا زالت مطروحة، لأن يجب أن لا نفصل مسألة المتعاقدين من رؤية شمولية أخرى تقوم بها الحكومة حاليا، وهي إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية. لأن قانون الوظيفة العمومية كما هو معلوم هو يعود للسنوات الأولى للاستقلال 1958، وهناك أنظمة أساسية متعددة، لأن ليس هناك وحدة من على مستوى النظام الأساسي، فبالتالي الآن مفروض مسألة إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية، فبالتالي هذا الأمر إدماج موضوع المتعاقدين دون أن ننظر إلى إصلاح قانون الوظيفة العمومية يكون فيه نوع من، ثم الأمر الآخر يجب أن لا ننسى أن هناك اتجاه نحو إعمال الجهوية المتقدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات للجهات. إذن فبالتالي يجب ألا نقرأ فقط موقف التنسيقيات دون أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات. طيب في انتظار ذلك، في انتظار كل هذه الخيارات، الآن هناك تخوفات بخصوص إمكانية حدوث سنة بيضاء، هذا أين الأمر نتجه الآن؟ نعم، هذا الأمر ربما أنه يستعمل بطريقة ضغط، وسيلة ضغط من قبل التنسيقية ضد الحكومة كما تستعمله الحكومة ضد التنسيقية. لماذا؟ لأن الجهة التي أصبحت في حالة رهينة ما بين الطرفين هم تلاميذ. إذن فبالتالي الحكومة تحاول ما أمكن أن تضغط على التنسيقية من منظور كون أن أبناء الشعب يتضررون، والتنسيقية كذلك أنها تستعمل اللجوء أو الاتجاه نحو السنة البيضاء كوسيلة للضغط على الحكومة من أجل التراجع أو تحقيق المطالب المتعلقة أساساً، لأن المطلب المحوري بالنسبة للتنسيقية هو الإدماج في الوظيفة الفوري في الوظيفة العمومية، مع العلم أن ربما الحكومة تقدمت بخيارات من بينها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات
لأكاديمية التربية والتكوين، وهذا الخيار ربما أنه جعل فئة عريضة من الشعب المغربي في وضعية إحراج، لأن في لحظة من اللحظات كان هناك دعم مطلق للتنسيقية، ولكن بعدما بادرت الحكومة بإعادة النظر في النظام الأساسي ربما أنه جعل الأمر صعب نوعا ما. ويبدو أن هناك أزمة ثقة بين الجانبين. الآن أيضا لهذا الملف تأثيرات سياسية وتداعيات سياسية، شهدنا تراشقا ما بين المعارضة والحكومة وحتى داخل مكونات الأغلبية الحكومية فيما يخص طريقة التعاطي مع هذا الملف. هل فعلا هناك تأثير لهذا الملف على الأغلبية وعلى المعارضة؟ لا، وفي جانب على مستوى الأغلبية ربما أن هذه من المواضيع التي نقشت في الاجتماع الأخير للاجتماع الأغلبية، وكان هناك في آخر مطاف كان هناك لجوء الحكومة إلى التفاوض، وإن كان أن التفاوض لم يقبل بطريقته التي تمت من قبل التنسيقية، لأنها كما تم الإعلان عن ذلك أنها غيبت، وتم فقط الحوار كان أو التفاوض كان فقط مع النقابات الأكثر تمثيلية. وفي حين لاحظنا أنه وكأن هناك نوع من انسجام داخل الأغلبية الحكومية على مستوى التراجع على نظام التعاقد، والدليل على ذلك هو أنها طالبت بضرورة محو كل كلمة تشير إلى التعاقد في إطار النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية. ولكن ربما المضربون يقولون بأنه هذا نوع من التغليط، وبأنه فقط تم تغيير العنوان يعني اللي هو التعاقد، وظل فعلا. لماذا؟ لأن أولا كان هناك تغييب التنسيقية في الحوار، ثم الأمر الآخر وهو أن الطلب أو المطلب الأساسي هو الاندماج في الوظيفة العمومية وليس في النظام الأساسي لأطر أكاديمية الجهوية، ثم أن حتى داخل هذا النظام الأساسي هناك أربع فئات، ربما من بين هذه الفئات كانت فئات متعاقدين، إذن وكان هناك اختلاف على مستوى الحقوق والواجبات. الآن تم تسوية كل هذا الأمر ما عدا بعض الاستثناءات المتعلقة بالأساس فيما يخص في حالة الإخلال، ربما تأديب كيبقى جانب اللي فيه الاختلاف، ولكن في الأصل يمكن أقول أن الاختلاف الآن ما بين الأغلبية والمعارضة، لأن المعارضة وهذا اتضح جليا من خلال بلاغ الوزارة المعنية أن هناك جهات تركب على هذا الملف للضغط على الحكومة، ولكن دعني أقول أن حتى المعارضة ليس هناك موقف موحد فيما يخص هذه النقطة، وخاصة الآن ربما حزب الاستقلال حاول ما أمكن أن ينزل بثقله ويلوم الحكومة في طريقة تدبيرها لهذا الملف، وإن كان أن الحكومة تقول بأن هذا الملف هو موروث من حكومة عباس الفاسي، لأن حكومة عباس الفاسي هي التي جاءت بهذه الآلية، آلية التعاقد. ولكن ربما قد نقول أن لماذا الحكومات المتعاقبة ورثت فقط ملف التعاقد ولم ترث الملفات الأخرى، خاصة فيما يخص الأطر 20 يوليوز، لماذا لم ترث محضر 20 يوليوز لماذا لم ترث الحكومات المتعاقبة كما ورثت ملف التعاقد؟ لم ترث الحكومة الاتفاق الذي وقع على مستوى الزيادة في الأجور وفق محضر 2011، إذن فبالتالي حتى هذا الطرح الذي تقوله الحكومة نوعا ما أنه لا ينسجم صراحة مع الأستاذ محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لك.